جميلة، الأحضان الدافئة. فخلينا ننتقل للنقطة التانية أو الدلالة الأخرى. لما الاتنين المرشحين للرئاسة بكل التناقضات اللي بينهم، الرئاسة الأمريكية، يسعوا أو يسعيان إلى لقاء الرئيس المصري، ده معناه إيه؟ معناه أهمية حقيقية لمصر ولدور مصر، ومعناه تأكيد على الاعتراف بالرئيس السيسي كرئيس للبلاد، بيتم التعامل معاه بمنتهى الندية وبمنتهى التعاون وبمنتهى الاهتمام. أهمية مصر إنه لما يبقى اتنين مرشحين أمريكان في انتخابات الجمعية العامة أو في الانتخابات الأمريكية وفي أثناء الأمم المتحدة وانعقاد دورتها، يقوموا حريصين على لقاء. ترامب ما قابلش غير الرئيس المصري، هيلاري كلينتون قابلت اتنين مع الرئيس المصري، قابلت رئيس وزراء أوكرانيا، لا قابلت رئيس الأوكراني ورئيس وزراء اليابان. اليابان دولة الأسيوية الأهم، وقابلت رئيس وزراء رئيس الأوكراني اللي هو طبعا في أزمة كبيرة مع روسيا، وهيلاري بتحاول بقى بتقابل الرئيس الاوكراني عشان تقول امريكا بتدعم اوكرانيا في مواجهه بوتين، واظهار انها في مواجهه بوتين، لان ترامب بطول الوقت مداح لبوتين وبيتكلم عن بوتين بصيغه تمجيديه تعظيميه، فهي بتحاول تثبت الاختلاف. شوف ده قاعد يمدح في بوتين ازاي، انا بروح بقى اقابل الرئيس الاوكراني اللي هو في ازمه حقيقيه مع روسيا ومع بوتين شخصيا. فلما يبقى الرئيس المصري من ضمن الثلاث لقاءات لهيلاري كلينتون واللقاء الوحيد المنفرد مع ترامب، ده دليل أهمية ودليل تعامل مع الرئيس المصري وتعاون مع الرئيس المصري